مساء الخير. مشرفني أن أكون قدامكم اليوم عشان أحكي لكم عن تجربتي في التعليم. أنا اسمي رامي غرايبة، مهندس كهرباء تخصص فرعي كمبيوتر، معي ماجستير ودكتوراه في إدارة المعلومات أو إدارة المعرفة، نظم المعلومات الإدارية. حالياً بدرس في إحدى الجامعات في إربد، مستوى المساقات اللي بدرسها من سنة أولى لسنة رابعة. بدي أبدأ حديثي بقصة صارت معي من حوالي 3 شهور. ركبت بمصعد ولابس باج عليها اسمي، بيطلع على المصعد 2 ستات عمارهم بالستينات وعم يحكوا مع بعض. واحدة منهم تلتفت تقرأ اسمي فبتقول هاي معنا واحد غرايبي كمان، فعرفوا بأنفسهم من غرايبي، وأنا بنفس الوقت عرفت بنفسي. فبتقول لي أنت ابن فلان؟ أقولها آه والله ابن فلان. بتقول لي أنا بعرفك من لما أنت كنت طفل صغير وعملت شغلة بالزمانات قدامي ما بنساها. بقولها طيب يا ريت تحكي لي إياها. بتقول لي كنا سهرانين أنا وزوجي عند أهلك، وإحنا الكبار قاعدين على جنب نحكي مع بعض، وإنت طفل عمرك 4 سنوات قاعد على كنباية لحالك وحاط إيدك على خدك وبتفكر. فجأة ما شفناك غير نطيت. بتقول أنا أفكر إذن أنا موجود. طبعا أنا كنت مثل سمية مفكر إنه هاي العبارة لديكارت طلعت إلي، فأنا انبسطت كثير. الآن معني أول مرة بسمع القصة، بس اللي بعرفه أنه هاي قصة حياتي من لما كنت فعلاً ولد صغير، وأنا بشعر أنه التفكير شغف بالنسبة إلي، بحب أفكر. لما أحكي أفكر اللي بقصده عكس التقليد، مع أنه التقليد هو الوسيلة الأساسية لتعلم الأطفال، بس حتى وأنا طفل كنت أشعر أني لازم أساوي الأشياء بطريقة غير تقليدية. كل الأطفال بحبوا يروحوا على محلات ألعاب، بوقف قدام محل الألعاب بصير يتفرج ويدور على اللعبة اللي بده إياها وبطلب من أبوه يشتريها. كنت أروح أوقف قدام محلات الألعاب وأشوف اللعبة اللي بحبها، بس ما كنت أفكر أقول لأبوي يشتريها. كنت أركض على البيت، أطلع على السدة، أقعد جنب شباك السدة محلي المفضل، وأحاول أصنع لعبة بتشبه اللعبة اللي شفتها. أنا بعتقد أنه اللعب للأطفال مش بس مسألة تسلية، فيها عنصر تعلم. الولد بيمسك اللعبة وفعلياً قاعد بيستكشفها. مجرد ما خلص استكشاف كل مزايا اللعبة وأشبع فضوله، بميل إنه يحط اللعبة على جنب ويبدأ يدور على لعبة ثانية. ما كانت هاي تجربتي باللعب. لما كنت أصنع اللعبة كنت مثلاً أساوي سيارة من سلاك، أسوي لها بدي وأسوي لها العجال وأسوي لها ستيرينج طويل وأمشي فيها بالحارة وألعب فيها، بس أشبع فضولي منها ما كنت أحطها على جنب. أقعد أفكر طب هاي اللعبة الآن كيف ممكن نطورها. أقول أصلاً السيارة البادي تبعها مسكر، فأروح أجيب ورق تلزيق ملون وأعملها بادي، صارت اللعبة أحلى. أرجع أقول بس السيارة إلها بواب تفتح وبتسكر، فأسوي لها بواب تفتح وتسكر. إلها شبابيك، أسوي لها شبابيك تطلع وتنزل. إلها طبون بيفتح بكبسة من جوا أضيفها. لعبتي ما كانت تنحط على جنب أبداً، لعبتي كانت تظلها تتطور. أنا بعتقد أنه نمطيتي في اللعب وأنا صغير زرعت في نفسي بذرة الباحث. الباحث الشخص اللي بنظر الأشياء وبميز المشاكل اللي فيها أو بميز النواقص وبيبحث عن حلول. لما كبرت كان إشي طبيعي أني أدرس هندسة. دراسة الهندسة مثل التخصصات الأخرى في عنا مجموعة من المفاهيم، هاي المفاهيم بتشكل بين بعضها أنظمة، والأنظمة هاي إلها خصائص وإلها داينامكس. كلنا بعتقد مرينا بمرحلة التعلم بتمر علينا اللحظة اللي بنقول فيها هسه فهمت. هاي اللحظة اللي أنت بتفهم فيها الداينامكس تبعت السيستم، تعرف النظام كيف صار يشتغل. مريت بلحظات كثيرة من هاي. اللي كنت ألاحظه على نفسي كل مرة كنت أحكي فيها بعدين أحط إيدي على خدي وأقول ليش أهمهم؟ لأني أبدأ أفكر لو الآن مطلوب مني أشرح نفس المادة اللي تعلمتها، يا ترى بشرحها بنفس الطريقة ولا في طريقة أحسن أخلي المتعلم مني يوصل للآه بطريقة أسرع. اكتشفت أنه عندي شغف بالتعليم، بحب أعلم الناس، فقررت أكمل دراساتي العليا. كمان بطريقة غير تقليدية ما كملت دراسات العليا بالهندسة، كملت بإدارة المعرفة ونظم المعلومات الإدارية.
خلصت من أمريكا ورجعت ووقفت قدام الصف وبدي أعلم، اكتشفت أنه نفس العقلية اللي منعتني كطفل أني أشتري لعبة جاهزة الآن تمنعني كمعلم أني أمسك PowerPoint slides جايين مع تكست بوك وبس أعرضهم للطلاب وأحكي لهم إياهم. ألعابي وأنا طفل عملت لي هوية، وأنا الآن بدي أبحث عن هويتي كمعلم. بحثت عن هويتي كمعلم بشغلتين، أولاً بالبيئة الصفية، ثانياً بالتقنيات التعليمية. بالبيئة الصفية ركزت على شغلتين، أول شغلة أني أستبدل الخوف من المعلم باحترام متبادل بين الطالب والمعلم. الشغلة الثانية أنه ما بدي أحول أو بدي أحول المحاضرة من طريقة الإلقاء لطريقة النقاش. ودائماً بقول لطلابي أنت ما بتستفزني إذا جيت متأخر على المحاضرة، ولا بتستفزني إذا طلعت من محاضرتي بكير، ولا بتستفزني حتى لو نمت بالمحاضرة. الإشي الوحيد اللي بيستفزني إنك تتمسخر على فكرة حكاها زميل إلك. هاي الشغلة الوحيدة اللي ما بسمح فيها. بدي كل طالب بالمحاضرة يقدر يعبر عن رأيه بدون ما يخاف إنه واحد يتمسخر عليه. مرة أعطيت لطالبة علامة لأنه حكيت بيل جيتس، بتقول لي دكتور مين بيل جيتس؟ فصاروا يضحكوا كل الطلاب، ما قدرش أعاقبهم كلهم، فكافأتها بالجكارة فيهم. بديش واحد يشعر إنه يتردد إنه يحكي. بدي الطالب يصل للمرحلة حتى مش بس إنه يحكي، يبدأ ينتقد اللي بينحكى، وحتى أفكاري بدي يتحدى أفكاري ويغلطني، عشان نصل لمرحلة الكريتيكال ثينكينج. هاي بالنسبة للبيئة الصفية. بالنسبة للتقنيات رجعت أفكر، أنا عندي هالمجموعة من المفاهيم اللي بتشكل أنظمة، والأنظمة إلها خصائص وإلها داينامكس. كيف بدي أخلي الطالب يفهم هالداينامكس؟ هاي المجموعة من الأنظمة شفتها إنها بتشكل عالم اللي هو بنسميه عالم التخصص، هذا المطلوب مني أوصله للطلاب. صرت أفكر بعالم ثاني اللي هو عالم حياتنا اليومية. حياتنا اليومية كمان مكونة من عشرات الأنظمة، نظام بالأكل والشرب والنوم، ومنتجوز ومنعمر ومنتنقل، كلها هاي كمان أنظمة وإلها خصائص وإلها داينامكس. السؤال صار عندي، هل يا ترى بقدر ألاقي بالعالم المألوف نظام إله خصائص وداينامكس بتشبه خصائص والداينامكس للنظام اللي بدي أشرحه؟ إذا كان الجواب نعم، بدي أجيب هالنظامين أقدمهم للطالب وأعمل بيناتهم مشابهة analogy. شو بستفيد؟ اللي بستفيده إنه الطالب صار عنده لكل نظام في عالم التخصص نظام مقابل إله مشابه إله في عالم المألوف، بيقدر يتذكره، ما بينساه، فاهمه، وبيقدر يقيس عليه. كل مرة بسأل الطالب سؤال في عالم التخصص بيقدر يفكر بالنظام المقابل إله في عالم المألوف، يجاوب السؤال وبعدين يعكس الإجابة. مثلاً بتخصصنا بنشرح للطلاب عن مفهوم المعلومات، مفهوم مصادر المعلومات، مفهوم جودة المعلومات، طرق استخلاص المعلومات، أمان وسرية المعلومات. لما أشرح هذا الحكي للطلاب بقول لهم في عالمنا المألوف في إشي بنسميه الماء، كلنا بنعرف الماء. الماء له مصادر وله طرق استخلاص وله جودة، وفي طرق بتلوث فيها الماء. لما أسأل الطالب الآن سؤال، هل ممكن طريقة لاستخلاص المعلومات ذات جودة عالية تعطيني معلومة خاطئة؟ الطالب بفكر بعالم المألوف بيقول هل يمكن لمضخة ماء ممتازة تعطيني مي مالحة؟ الجواب نعم، لأنه مضخة الماء الممتازة إذا بحطها على بير مالح تعطيني مي مالحة، وإذا بحطها على بير عذب تعطيني ماء عذب. إذن بيعكس إجابته بيقول لي جوجل هو سيرش انجن ممتاز، بس ممكن احصل منه على معلومات خاطئه. الان في عشرات من الامثله ممكن اجيبها على طريقه الانالوجي هاي، بس بدي استغل الوقت انه انبه على شغله. الانالوجي نستخدمها احنا بحياتنا اليوميه، حتى بالامثال الشعبيه موجوده، بس الناس ما بتفكر انه الانالوجي قد تكون خاطئه. مش كل انالوجي صحيحه. بالامثال الشعبيه في مثل بيقول ما بيقطع الراس الا اللي ركبه، تشابه خاطئ. إن جن ربعك عقلك ما بينفعك، تشابه خاطئ.
شوفي كمان وهكذا. مثال، أنا إجاني واحد من الطلاب بتخصص نظم المعلومات اللي هو تخصصنا، بقول له دكتور إحنا تخصصنا مش كثير كويس، علوم الحاسوب اللي هي تخصص ثاني بالكلية أحسن منه. بقول له ليش؟ بقول لي في دكتور حكالي إنه نظم المعلومات مثل تعلم السواقة النظري، وعلوم الحاسوب مثل تعلم السواقة العملي، أي أحسن؟ طبعا الجواب تعلم السواقة العملي. بقول له المشابهة خاطئة، تعلم السواقة النظري والعملي تقنيتين لهم نفس الهدف، تعلم السواقة، بينما نظم المعلومات وعلوم الحاسوب تخصصين ما لهم نفس الهدف. التخصصات في نفس الكلية ما بتكرر بعض، بتكامل بعض، فالخاصية خاصية تكامل. بقول له المشابهة الأفضل من هاي أو الأصح من هاي، نظم المعلومات هو شخص معه عنوان بس ما بيعرف يسوق، علوم الحاسوب شخص بيعرف يسوق بس ما معه عنوان. كل من الشخصين لحاله ما بوصل للهدف، بس لما يشتغلوا مع بعض بيقدروا يوصلوا للهدف. الآن بعد 4 سنوات من تطبيق التقنية في الصف، شو النتائج؟ النتائج الرسمية اللي بحصل عليها من القنوات الرسمية في الجامعة بتقول إنه رضا الطلاب عالي جدا ومبسوطين. الملاحظاتي بالصف كمان بشوف إنه الطلاب كثير مبسوطين، وكثير مسألة النقاش بتثيرهم بتحفزهم. ومثل ما تفضلت منى، أنا مرة بسأل سؤال وبقولهم في 5 علامات للي بيجاوبوا، بدأ النقاش وصاروا بالأخير واحد من الطلاب جاوب، بقول له إلك 5 علامات. بقول لي دكتور معلش أعطيهم لأصحابي. بقول ليش تكتبهم لأصحابك؟ قال لي أنا مش مسجل المادة. كنت طبعا تقدرش تعطيهم لأصحابك. النجاح المحصور في جامعتي هل نقدر ننشره؟ الصحيح قاعد بشتغل على مسارين. المسار الأول قاعد بألف تشابتر بكتاب مشان أقدمه لمؤتمر بأوروبا حول التعليم الجامعي، ونحصل على فيدباك من الناس المختصة ونشوف شو المسألة الأخرى، إنه بدنا نحاول نعمل ويب سايت أنا والطلاب المهتمين بالموضوع، ونحط عليه فيديو كليبس عن شرح بطريقة الأنالوجي، وناخذ كمان فيدباك حول الموضوع. بغض النظر هالمشروع وين بوصل، أنا ما زلت متمسك بالصرخة اللي أطلقتها من فوق الكنباية وأنا صغير، أنا أفكر إذا أنا موجود. رضاي عن نفسي بالحياة مش جاي من نجاحاتي اللي حققتها بحياتي، رضاي عن نفسي جاي من مثابرتي في المحافظة على هويتي كمفكر وليس كمقلد. شكرا لكم كثير.